طيب سؤال، هنا تبين قيمة الإنسان عندما يكون واقف عن وعي وعن معرفة، لا يحيد، لا يشك، ها، لا يتضعضع، لا يتزلزل، لا يضعف إيمانه حتى وإن غاب شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وتشتد المحنة، هو باقي كالجبل الأشم. بعض الناس ما إن يمر في امتحان، في مصيبة، ها، رأسا يبيع كل شيء، رأسا يتنازع عن كل قيم الله، يبيع المنهج على أبسط حقوق. هاي جدا مسألة خطيرة أخواني. وأخطر منه تدرون منه؟ أكو ناس تشوفه زاهد، والله هذا زاهد، بس أنت ما تدري شنو هذا زاهد بالدنيا، لأن الدنيا زاهدة بي. أكو ناس تدينوا من قلة حيلتهم، يقول لك الدنيا ما عندي خلاص أنا أتشلب بالآخرة، بس إذا أجت الدنيا يترك الآخرة. لذلك شوفوا هذا الحديث إيش قد عميق، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، إنما الزهد أن لا يملكك شيء. مو مهم والله أنا زاهد ما عندي شيء، ودنا أنت ما عندك شيء صرت زاهد. القيمة الحقيقية عند رجل أو مؤمنة زاهدة في الدنيا رغم أن الدنيا فتحت أبوابها لهم، وهنا المعيار، هنا القيمة الحقيقية. بعض الناس تشوفه متدين، اي صح متدين، ليش متدين؟ لأن الدنيا ما طرقت باب، ما عدت شنط، بس تفتح للدنيا تأشره يجي عوف كل شيء. مثل ذاك واحد كان معروف بالزهد والورع والعبادة ولا كذا، ها، دعاه هارون إلى أن يتولى القضاء فقبل، فقال يا سبحان الله، هارون يا سبحان الله، لقد كتم نفاقه 40 عاما، وبتتصل لك 40 سنة تظهر التدين، تبين على مود توصل للدنيا، ما يعني جيت خلاص. انظروا إليه، كتم نفاق 40 سنة. أكو ناس هتشي للأسف تراه حملا، ما أنت يجي فرصة يحمل كالذئب، يأخذ الدنيا بحلالها وحرامها. ليش؟ الدنيا انفتحت له وتبين تدين السابق مزيف، لأن هي الدنيا زاهدة بي. هذا الإنسان لازم يفرزن هاي الأمور، وهي مسألة خطيرة. من مفروض أنت أبويا عمي تبيع المنهج؟ من مفروض أنت تشك في قيمة هذا الذي أنت عليه؟ وإن جفتك الدنيا، وإن جارت عليك الدنيا، وإن فتحت لها أبوابك، لا تجامل على الله أحد. ومن الإنسان لمن يكون عنده إيمان كالفولاذ قوي، ها، عن عقيدة، جاءته أم لم تأته، عنده طريق هدف ماشي به. كما هذا كلهم فروا، والنبي والقرآن يوبخهم، انقلبتم على أعقابكم، أنتم ما راح تضرون الله شيئا.